السلام عليكم أبناء التلاميذ، كيف حالكم؟ يسعدنا اللقاء بكم مجددا. معكم أستاذ فاطمة إسماعيل، معلمة اللغة العربية من مركز تنمية الإبداع. نجي فقرتنا اللي هي معلومة مفيدة. معلومتنا لهذا اليوم هي الفرق بين الظاء والضاد. الكثير من التلاميذ لا يميزون بين الظاء والضاد. عندنا حرف الظاء وحرف الضاد. راح نميز من خلال نطقنا للحرف. عند لفظ حرف الظاء يخرج اللسان قليلا عن اللسان، يخرج اللسان قليلا عن الأسنان، مثل نظيف، مثل كلمة نظيف. نظيف، عند لفظ هذه الكلمة نظيف نرى لساننا شوية يخرج عن الأسنان، تكون الأسنان وسط اللسان. نأخذ كلمة أخرى، ظلام، ظلام، نفس الحالة. من راح نلفظ الكلمة راح لساننا يخرج، ظلام. جربوا وياي، ظلام، ظلام. ظهر، نرى لسانه يخرج عن الأسنان. نجي على حرف الضاد. حرف الضاد مثل كلمة ضفدع، ضفدع، لا يخرج اللسان عن الأسنان. ضفدع، 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 لا يخرج اللسان. ضفدع، إذا نقول ضر يخرج اللسان، نقول ضفدع لا يخرج اللسان. ضفدع، ضحى، ضحى، ضباب. عند لفظ هذه الكلمات التي تحتوي على الضاد لا يخرج اللسان عن الأسنان. جربوا وياي، ضفدع، ضفدع، ضباب، ضباب، ضحى، ضحى. أتمنى استفاديتوا من هذه المعلومة. خلينا نرجع لدرسنا الجديد اللي هو نظارات الدب أبي فهد. شفت الدبدوب؟ حلو ومحبوب. قبل لا نأخذ أو نقرأ موضوعنا هذا اليوم لازم نروح نراجع الدرس السابق اللي هو كان التعبير الكتابي الطيور. عرفنا الطيور اللي هي الطيور الأليفة والطيور المائية والطيور الجارحة، وعرفنا وين يعيشون هذه الطيور. نيجي وعرفنا شلون من نكتب التعبير، نكتب اسم الموضوع، نترك مسافة كلمة، بعدها راح نكتب التعبير بالتسلسل دون كتابة الأرقام. نيجي على درسنا الجديد هو نظارات الدب أبي فهد. لقد ضيع الدب أبي فهد نظاراته. تعالوا ياي خلنا نقرأ الموضوع. فتحوا لي صفحة 93 وأشروا وياي. نظارات الدب أبي فهد. جاءت الدجاجة الصغيرة تركض برجليها الصغيرتين إلى بيت العم الدب أبي فهد، وطرقت الباب ونادت: يا عمي يا أبا فهد، هل تريد أن تخرج للنزهة في الغابة؟ سألته: هل تريد أن تخرج للنزهة في الغابة؟ في الغابة أشجار وحيوانات وطيور كثيرة. ففتح العم الدب أبو فهد الباب قليلا وهز رأسه وقال: يا أيتها الدجاجة، لا أقدر أن أخرج للنزهة لأنني ضيعت نظاراتي. قالت الدجاجة: لا تحزن يا أبا فهد، سأفتش لك عن نظاراتك. خلينا نشوف وراح يلقى النظارات.
ذهبت الدجاجة الصغيرة تركض حتى جاءت إلى الدبة أم غزيلان. اسمها الدبة أم غزيلان، عندها ثلاثة دببة صغار، شنو اسمهم؟ وأولادها الدببة الصغار شو اسمهم؟ غزيلان وكحيلان وسعيدان. فقالت لهم وهي تبكي: لقد ضيع المسكين أبو فهد نظاراته، وهو لا يقدر بعد الآن على وهو لا يقدر بعد الآن على أن يخرج من بيته للنزهة. فقال الدببة الثلاثة الصغار كلهم فقال الدببة الثلاثة الصغار كلهم مرة واحدة: لا تبكي يا أيتها الدجاجة، لنذهب فنفتش عنها. فذهبوا وفتشوا عنها هنا وفتشوا هناك وفتشوا في كل مكان فلم يجدوها. نجي على الصفحة الثالثة. فقالت لهم أمهم الدبة أم غزيلان: لا تبكوا يا أولادي، تعالوا نذهب إلى الكلب حديدان. اسم الكلب حديدان، فلعله يقدر على أن يجدها. ذهب الجميع إلى الكلب حديدان فقال: أنا أفتش عنها، أنا أفتش عنها. ذهب الكلب وفتش وفتش هنا وفتش هناك. هل وجد الكلب النظارات؟ وبعد قليل رجع الكلب يركض ويصيح: وجدتها وجدتها. ركض الجميع فرأوا النظارات في يد حديدان، ففرحوا فرحا عظيما، ثم ذهبوا إلى بيت الدب أبي فهد. هسه نروح على الصفحة الثالثة. فقام الدب أبو فهد وفتح الباب قليلا قليلا، ولما رأى النظارات قال: هذه ليست نظاراتي، فهذه النظارات حمر ونظاراتي خضر. وبينما هم واقفون جاءهم صبي اسمه حمدان وسألهم: ما بكم؟ فأخبروه بما جرى. نظر الصبي حمدان إلى الدب أبي فهد وأخذ يضحك بصوت مرتفع، فغضبوا وقالوا له: لماذا تضحك؟ فأجابهم الصبي حمدان قائلا: إن الدب أبا فهد لم يضيع نظاراته، انظروا إلى رأسه ترى النظارات عليه. فمد العم الدب أبو فهد يده إلى رأسه فوجد نظاراته. ضحك الجميع ضحكا عاليا، ضحكوا كلهم على حال العم الدب أبي فهد لأنه نسي نظاراته على رأسه، وضحك العم الدب أبو فهد على حاله وخرج معهم للنزهة. هسه عدنا بعد الفاصل راح يجي صديقنا راح يشرح لكم هذه القصة وإن شاء الله تعجبكم، انتبهوا عليه. فاصل ونعود. أهلا يا أصدقائي، كيف حالكم؟ لقد اشتقت إليكم كثيرا. أنا أعرف أنتم تحبون القصص، فراح أحكي لكم قصة الدب أبي فهد. كان يا ما كان، وفي يوم من الأيام جاءت دجاجة صغيرة تركض برجليها الصغيرتين. طرقت الباب ونادت الدب أبي فهد وقالت: نرى ماذا قالت له. قالت له: يا عمي، هل تريد أن تذهب إلى النزهة في الغابة؟ فتح الباب أبي فهد وقال للدجاجة: لو
أحزن، سوف أذهب أفتش عنها. ذهبت الدجاجة ومشت تبحث عن الدبة أم غزيلان. أم غزيلان لديها ثلاثة دببة صغار، اسمهم غزيلان وكحيلان وسعيدان. قالت لهم: لقد ضيع أبو فهد نظاراتي، لا يقدر بعد الآن الخروج من البيت. فذهبوا وفتشوا عن النظارات في كل مكان فلم يجدوها. فقالت الدبة: لا تبكوا يا أولادي، تعالوا نذهب إلى الكلب ليساعدنا. ذهب الكلب وفتشوا عن النظارات هنا وهناك، فوجد نظارات وذهب إلى الدب. ولما رأى الدب النظارات فقال: هذه ليست نظاراتي، نظارات أن هذه النظارات حمر وأني نظاراتي خضر. وبعدها جاء صبي اسمه، ما اسمه يا أصدقائي؟ اسمه حمدان. ورأى الدب أبي فهد وضحك بصوت مرتفع، ها ها وقالت: إن الدب لم يضيع نظاراته، انظروا إلى رأسه ترى النظارات عليه. ضحك الجميع بصوت مرتفع على حال الدب لأنه نسي نظاراته على رأسه. رأيتم أصدقائي كيف نسى الدب نظارته على رأسه؟ يا لها من قصة جميلة، أنا أحببتها. وأنتم هل رأيتم كيف بحث الأصدقاء عن النظارات؟ أصبح عمل جماعي لمساعدة الدب، لذا يجب علينا أن نساعد أصدقائنا وأخواتنا وأي شخص يحتاج إلى المساعدة لكي يبارك الله بنا. عجبتكم إن شاء الله القصة؟ وإلى اللقاء إن شاء الله، انتظروني بقصة جديدة. بعد الفاصل راح ترجع لكم المس. أنا أحبكم هواية هواية. إلى اللقاء. إن شاء الله عجبتكم القصة، حبيتوها، شفتوا الأرنوب شلون حكى لكم قصة جميلة؟ حبايبي الموضوع أريدكم تكتبوا لي إياه مرة واحدة بالحركات وبخط جميل مثلكم، ولا تنسون تحلوا لي، لا تنسون تحلوا لي التدريبات. واكو جوا التدريبات اكو خط راح نكتبه 5 مرات بشكل واضح ومرتب. قبل لا اختم احب اشكر جميع التلاميذ اللي انهوا واجبهم بكل المحافظات، اذا كان محافظة بغداد او باقي المحافظات مثل نجف وميسان، لان دائما يتابعون ومن خلال التطبيقات أو من خلال التعليقات يكتبون: مس أنا نهيت واجبي وأنا من النجف أو أنا من ميسان. أحب أشكرهم وربي يبارك بيكم، وإن شاء الله النجاح والموفقية. ألتقيكم في موضوع آخر وفيديو آخر إن شاء الله. إلى اللقاء.